السلام عليكم خدناك انتم مرحبا بكم مزيانين من الله تكونوا بخير وعلى خير ومرحبا بكم معايا في هذا الفيديو. المهم قلت تعطلت عليكم الفيديو وجيت نشارك معكم واحد الفطور ديالي اللي هو البسيط جدا وخليكم معايا ومع اميره هيكم كيف انتم مرحبا بكم كما تكونوا بخير وعلى خير نعم نصحوا معكم المهم اخوتي عندي هنا صغرت البيصار ديال الجربان الصديق ديال البيصار ديال الجربان قال لي صغبيه وهنا عندي البيضه تاي تغلاو وهنايا عندي مرتديله والتون وغنخلطهم مع البيضات وغنعمر بهم الخامر بقاو لي من البارح جاو خفافين وخويين من داخل قلت نعمرهم ما يبقاوش ايوا دابا منصبو واحد العصير نصبو واحد العصير بلاتي اهو فزليش ندبحها اكلو رالي اميره كنتفنا لما نطحنو فيها العصير ترى اخوتي هدفنا العصير والخلاط خلاط وهذا ما أقوم به من عصير جبنا حمانة وبا عرفوا كاملين دابا قرب رمضان يسالي بقينا عنخبقو صالي كل شيء سالينا بقينا كل شيء دابا بقينا عنقيو على اللي كان وصافي نقضيو ماشي ضروري كان ديك الحماس يعني في الاول لقيت بيتزا في هذه دابا والله الا بقينا نعيو ما بقيش بزاف مابقاش وجد اخوتي العصير عفا الجبنة يعني أنا مورينيك ستهرس لي يجو الكاس نقطعها في هذه يوم ونطحنه من خلال Thank you.
وين اخوتي نخلطو هذا التون ومرطريدة والبيضة، خليها يعجبني هاد المرة هادي وأكثر يلا يكون معاها الزيت الخضار مقرطع صراحة تسالالي نخلطو مع المهم على هاد by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. المهم اخوتي كما تشوفوا معي انا جيرت هذا النهار، جيرت هذا الحيوط هذا ما عاودت لم اصلا عاودت لم نفس اللون ديالي. سمحوا لي اخوتي ما صورتش معكم هذا الفيديو تاع النهار، كنت باغا نصوره والتليفونات بجوج بيا مصبحوا لي مع كسين مطفي المصارش وعيد ما نتقاتل معاهم ولا بغاو يتسرجوا لي. دابا النت التليفون هو علين يطفى، يلاه تسرج لي واحد شويه ومشى من نصاج. دابا على الرد شويه يتسرجع ونكمل معكم الفيديو. اما التليفون ديالي راه طفى مسكين ما بغاش يشعل. المهم هذه هي قلت لهذا الباش من هنايا باش ما يجيش الشتاء دائما، وعم نول عاوتاني يلاه جيرتها بحال دابا ورجعت الشتاء بالليل وتقلع لي الحيط كامل تقلع. المهم دابا قلت له هذا الباش احتياط وخليكم معايا ان شاء الله يا ربي حتى نفزك التراب ونحنك من هنايا نشارك معكم ان شاء الله يا ربي. وباقي ان شاء الله غنزوق هذا البلايص د الربيع ونعاود من التجيير وان شاء الله يا ربي احنا معاكم. المهم دابا ندخل التليفون بقيت يتسرج شويه ونكملوا معكم الفطور ديالنا. المهم اخوتي سمحوا لي ما كملتش معكم الفيديو، التليفون طفالي من الصاج دابا صرجيته شويه. المهم البيصر ديالي هذا سخون. المهم قررت المغرب اذن، ها هي الشلاضه ديالي البربه وبطاطا وسلامه طيشه. هو المهم اللي كتب الله. اجي اميره انت حط لها على الطابله طيب. لا لا حط وحده يساعد ترجع صافي. يلا ايوا محمد دابا شويه انت ما بقلبو بلاتي بلات ارمني ارى. شوفوا حبا حطوها فيك واحد هافاك هنا بلاصه الطاجين. وهذا اخوتي اللبن شبه بلاتي نطيك حق عنده هذه يزج باش ما نهرس. يلا المرضيه يلا حط اخرى ليه، حط وحده هنا وحده ليه. شوف وحده حطها
شني هذا؟ بطبط. يلا مش يحط. مزيانين هاني نتمنوا تكونوا افضل الاحوال ان شاء الله يا ربي. مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو. والفيديو تسمى نهاية الفيديو هذه ثالث مره. المهم اخوتي المغرب ادناس شاركنا معكم الفطور ديالنا المتواضع، احسن طبق واحسن طبق رئيسي هو هذا. هاي اخوتي تشاهد البيصار جبنا، قلت الوصال ضروري عدل البيصار ان شاء الله يا ربي باش الفطور بها والسحر بها ان شاء الله يا ربي. شنو هذا المقياد موقف انتيك يا سلام. ايوا خوتي تبارك الله عليكم، خليكم معنا بسم الله. المهم اخوتي كان هذا هو الفيديو ديالي لهذا النهار. صراحه نهار قاس قاصح بزاف، جاني العطيش وعييت بزاف. المهم اخوتي نتمنى من الله يعجبكم هذا الفيديو، قبلوا علينا والسلام عليكم. حبا خويا قهوه بسم الله. نعم قهوه.